طقس العرب في السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوء الطقس غالبا صافي هذه الليلة في العاصمة الرياض مع 30 درجة مئوية الملموسة 28، الرطوبة منخفضة والرياح تكون شمالية غربية خفيفة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم غد بإذن الله في باقي مناطق المملكة. نبدأ شمالا، طقس مستقر ومشمس، سكاكا تسجل 37 إلى 23، عرعر 38 إلى 23، وتبوك طقس صافي 37 إلى 23. المنطقة الغربية المدينة المنورة طقس حار 43 إلى 29، مدينة جدة طقس صافي 41 إلى 28، مكة المكرمة 42 إلى 30، والطائف 34 إلى 25. المنطقة الجنوبية الغربية تتأثر عفوا بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ذرخات رعدية من الأمطار متوقعة في كل من أبها والباحة. الباحة تسجل 33 إلى 26، أبها 34 إلى 21، وجازان 35 إلى 22. المنطقة الشرقية طقس حار بشكل لافت، الدمام 45 إلى 30، حفر الباطن 45 إلى 34، الإحساء 47 إلى 29. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض تفرق بعض الغيوم 44 إلى 30، بريدة 43 إلى 27، وحائل 37 إلى 22. إلى اللقاء.